النهاردة صراحة يعني حبينا نقدم ترنيمة مخصوص جديدة ما تسمعتش قبل كده. هو مش للعذراء بس لإنسان خدم العذراء وخدم رب العذراء. أبونا بشوي كان يعني أول نهضة ديت ما يكونش وسطينا، وشعورنا كده حاسين إن أب وإحنا أولاده وفارقنا كده بجسده، لكن برضه بنشعر بوجوده وسطينا بروحه، واللي بدأه إحنا بنكمل عليه وماشيين في نفس الدرب. يا أبونا الترنيمة بتاعت الشباب بقدمها لأبونا بشوي، عرفان بالجميل لكل خدمة قدمها أبونا بشوي في الكنيسة، وإن إحنا مش ناسينك يا أبونا بشوي، وإنت عارفين إحنا واثقين إنك إنت في قلب إنك إنت في قلبنا، وإنت كمان بتفتكرنا قدام عرش النعمة. الشباب دلوقتي هيقدم ترنيمة، واللي هنحطها كمان هنا على البروجيكتور، فإنتوا هتعلموها بسرعة لأنها النغمة معروفة، فممكن برضو ترتلوا مع الكواير نشترك معاه. الكورال يتفضل تعالوا. Thank you.
يقولوا السولو بتاعهم. اوكي؟
ذهب الأول هم الشعب القرار محلك يا مريم. صراحة أنا عارفكم أنتم بتسقفوا لنفسكم عشان أنتم كنتوا حلوين بترنموا، لكن هم فعلا قاموا بمجهود جميل. وعلى فكرة السنة دي بركة كبيرة عندنا، كل يوم إن شاء الله الكواير أولادنا بيقدموا حاجة. عندنا اسم الصليب 5 كورالات، بدأنا بالكبار وبكرة هنبدأ بالصغيرين وبعده هنبدأ بالأكبر شوية وهكذا، هنخلص 5 ونعيد عليهم تاني يقدموا لنا ترنيم تاني. كل ليلة إن شاء الله قبل العزاء هيكون في الكواير هيقدم حاجة. بركة كبيرة وشكرا خالص لليوث. We thank them so much for the effort that they did in a very short time. May God reward them, and God bless you all. Thank you. And now we start
our Azza very soon.